كنت متأكد اللي إيدك في الموضوع ده، وإنت اللي قتلت جلالة السلطان. أنت بتقول يا رعب؟ في حد يموت أبوه برضه؟ هتقول كلام يتصدق؟ رفاعي هو اللي حط السم عشان سعادتك تبقى السلطان. أنا قتل جلالة السلطان؟ مستحيل، عمرها ما تحصل. طبعا مستحيل يا أبويا، كلنا عارفين إن نزار هو اللي قتله وعايز يشيلها لك. أقول لكم إيه؟ وانت فاكرني هسيب شوية رعاع زيكم يمسكوا الحكم؟ قبض عليهم. اجمعوا لي الأسرة. الله يرحمك يا والدي، مش عارف اعيش ازاي من غيرك. البقاء لله سموك. ونعم بالله، ونعم بالله. كان سلطان عادل، ربنا يغفر له ويرحمه. من فضلكم نعلن حالة الحداد في البلاد. قبل نشر الخبر واعلانه لازم نشوف مين اللي هيكون السلطان من بعد. قلت ايه؟ مش قصدي اضايق سموك، لكن السلطان قبل ما يتوفى كتب مرسوم بان رعد يتولى شؤون البلاد من بعده. انا فاكر موضوع المرسوم ده، بس حاله الوفاه نسيتهولي. فين المرسوم؟ اتفضل سموك. ادي المرسوم. انا ما قصدتش اضايق سموك، بس انا حبيت اقول لك السلطان عمل ايه. حراس! نعلن حالة الحداد؟ اعلنوا حالة الحداد في البلاد، وان اللي هيتولى شؤون البلاد السلطان نزار.